مرورا من بداية، هو متفرغ للحزب من الأول، هو لم يعمل في أي وظيفة. واتحدى واحد يقدر يقول لي ما اشتغل. أولا كان هاي دي أول مرة راح أحكيها، ويمكن قليلين بالقيادة يعرفوها، كان الحزب قبل ما يستلم السلطة يصرف إلى 30 دينار بالشهر، والسعدون شاكر 20 دينار، وسعدون كان مسؤول حمايته من، يعني هو من ذاك من البداية هو مهم عنده. بعدين أذكر هاي من القيادين يثقون بي وحشولي، كان منه مسؤول المالية على الحزب حكمة العزاوي وزير المالية صار بعدين، فراح للرئيس البكر كان هو رئيس الحزب، هذا أحكي لك بالنضال السري، فقال له رفيقي يريد نزود راتب الرفيق صدام وزيد. مرات البكر مصير عصبي يسب سب، قال له منين اجيب منين شلون غير الحزب هاي ما، قال له يعني صفن. بعدين امر البكر قال له يصير راتب صدام الرفيق صدام 50 والرفيق سعدون 30 دينار. فاسمع مرات واحد يقول صدام بيبيع بطيخ او عام، لم يعمل يوما واحدا في اي عمل يعني. وبعدين زوجته ام عدي كانت معلمه، وكان اللي يرعاه خالة حج خير الله، والحزب مخصص لهاي. فهو من هو صبي يعني، هو انتمى للحزب 56 57 تفرغ للحزب ما اشتغلت، حتى اي واحد يقول لي. وبعدين يشككون بدراسته، لا درس وصل للسادس كمل وراح للقاهرة ووصل للثاني حقوق، ومن رجع انا حتى ويا احد خالي معلم دي يكمل مسائي حقوق ويا بالمستنصر، يقول يجي حالة حالنا يمتحن ويطلع. فهم تلفيقات مترهم يعني، لا حتى ينكتب التاريخ بشكل السليم والصحيح أن نكون صادقين حتى لو تختلف وياه. يعني أنا عاقبني على مود ما أقول لك ما يصير، لأن أنت اختلفت تقوم تألف قصص ما يقبلها لا والناس ما صدقك، حتى تكون تحافظ على مصداقيتك تكون صادق.